أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في الصيف، أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي. السؤال: هل يجوز أن أقدم هدية؟ يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في الصيف، أقدم هدية لجميع أهلي. هل يجوز إهداء هدية لزوجة أخي أم لا؟ إيه، ما المانع من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتك ولأولادك ولمن تستطيع.